نعود مرة أخرى إلى الدكتور شفيق التلولي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من القاهرة. أهلا بك مرة أخرى دكتور شفيق. إذن لو عدنا إلى موضوع الداخل الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي كيف تلقف تلك القرارات؟ هنالك من يتحدث في الإعلام الإسرائيلي عن مخاوف إسرائيلية وفق المراقبين، وفق المصادر أو بعض المصادر السياسية في الداخل الإسرائيلي، مخاوف حقيقية من تجميد بعض الدول لصفقات السلاح، فبالتالي قد تؤثر تلك القرارات على مسار العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان. كيف تقرأ تلك المخاوف؟ هذا مؤكد ومن المتوقع تماما أن يجري كذلك، لأنه لا يمكن لهذه الدول التي تمد إسرائيل بالسلاح أن تستمر بمدها بعد طول أو أمد تلك الحرب، وبعد ما جرى على مستوى العالم من انتفاضات شعبية طالت الجامعات الأوروبية والأمريكية وبالتأكيد أثرت على تلك الدول، فما بالك الآن بعدما يمتثل نتنياهو أمام القضاء الدولي ويقف أمامه، وهذا بالتأكيد سيكون مسوغ مهم لوقف صفقات الأسلحة ومدها لدولة الإسرائيل. وبالتأكيد الإعلام العبري لا ينطق الهوى، إنما هو بالتأكيد يقرأ ما بين السطور ويقرأ الفعل السياسي الدولي تجاه دولة الاحتلال بعيد هذا القرار، سيما الذي هو يتزامن أيضا مع مستوى الأزمة الداخلية في مكونات الشارع الإسرائيلي. فهناك أزمة كبيرة تعصف بالنظام السياسي الإسرائيلي منذ عدة سنوات، زادت خلال هذه الحرب بعيد 7 أكتوبر بشكل كبير ومتنابي، وإن كان نتنياهو قد اغتر كثيرا وأخيرا خاصة بعيد ما أقال جالانت وقبله جانس وأخرجهما من حكومته حكومة الحرب، وجلب كاتس وساعر، وهذا زاد في الغالبية البرلمانية لصالحه، إضافة إلى الغالبية اليمين المتطرف أو حكومة اليمين المتطرف التي يحظى بها. لكن هذا بالتأكيد ما يجري الآن وما يرشع عن الإعلام العبري سيستثير المجتمع أو الشارع الإسرائيلي مجددا، وسيستثير المناوئين لنتنياهو ليأخذوها أيضا حجة للإسراع في إقالته والإطاحة بهذه الحكومة التي ستتصدع بالتأكيد إذا ما استمرت في تلك الحرب في ظل قيام بعض الدول بعدم مدها بالسلاح والعتاد. فمن المؤكد أنها بالتأكيد ستعاني من أزمة كبيرة إذا ما استمرت الحرب، وإذا ما استمر نتنياهو على رأس الحكومة متفردا بهذه الطريقة بالتعاون مع كل من سموتريتش وبن غفير الذين أخذوا دولة الاحتلال إلى هذا المربع الخطير للغاية ومره أنفها في التراب أمام العالم، سيما بعد سلسلة القرارات الدولية التي صدرت من قضاء الدولي بحق دولة إسرائيل على مستوى محكمة العدل الدولية أو على مستوى الأفراد على مستوى محكمة الجنايات الدولية التي طالت رأس حكومتهم في السابقة لم تمر عبر تاريخ دولة الاحتلال.